كنا خدامين في امان الله حتى كتجينا واحد الخبر مفجع ديال واحد السائق مهني كاين معنا آه كيتعرض لسرقه ديال ديال السياره ديال الاجره ديالو وكيتعرض للضرب على مستوى الوجه والكتف اش آه غنقول لكم الاخوان جينا لقيناه في واحد الحاله لا يرتلاها آه كنتسناو دابا نشوفوا الحاله ديالو باش تستقر والسياره جاتنا على شي علم راه كتدور في شي بلاصه بالضبط ما عرفناش ما عندناش على شي معطيات لي دقيقه ومن هنا كنطالبوا كنطالبوا الامن الامن باش يتدخل في هذه النزيله هذه ويشوفنا هذه الجونات هذو وفي نفس الوقت كنطالبوا بالحمايه ديال السائقين المتضررين اللي ولينا كنخدموا بالليل في واحد الظروف الشغال غير لائقه بتاتا اللي ولينا معرضين لابشع ابشع انواع التعذيب والسرقه واش غنقول لكم الاخوان راه الناس هادو راه لا اله الا الله راه عينا عينا والله العظيم ما ما حيلتنا حنا باش نشوفوا طرف الخبز ديالنا لينا ووليداتنا ما حيلتنا نشوفوا هادشي اللي كيوقع لينا كتكون خدام في امان الله حتى كتعرض لشي حاجه يا سارقه يا نصب يا رشق بالحجاره وكنطالبوا كنطالبوا بتدخل ديال الامن اللي فرض الوجود ديالو في مدينه الدار البيضاء اللي هي كما كتعرفوا مدينه كبيره وهاد السيطره ديال ديال الجو ديال السارقين وديال المشاكل اللي ولاو فيها كثار دابا السيد تعرض سرقه في احمد الصباغ واحمد الصباغ انا حنا كنعرفوا كاين الكوميساريه تما كاين بير... يعني كيكونوا فيها الناس تمايا وهذا ما فهمناش والله ما فهمنا والحاله الصحيه شوف اخويا حنا الحاله الصحيه نتمناو نتمناو الشفاء العاجل الخونة ونتمناو ليه يكون بصحه جيده حيت موارد الرزق ديالو هو سيارات الاجره وكما كتعرفوا ان السائق المهني الى ريحانها نهار كتبان فيه ما بدا دابا حنا دابا كنديروا ليه دار واحد التحليلات طلبوا ليه سكانيرات ولا اله الا الله لا تغطيه صحيه لا حتى شي حاجه اما لهنايا راه ما كنقول لك اخويا كيعجز اللسان على الكلام ونتمناو لخونا الشفاء العاجل